اتخذت لجنة تأديبية في اتحاد كرة القدم عدة قرارات على خلفية الأحداث التي جرت خلال مباريات الأسبوع 12 من دوري المحترفين، وتحديدا مباراة الفيصلي والجزيرة التي شهدت اعتراضات ومشادات بين اللاعبين. وقررت اللجنة إقامة مباراة الفيصلي والرمثا يوم الجمعة المقبل بدوري المحترفين من دون جمهور، كما تم أيضا إيقاف مدرب الفيصلي برانكو لمباراتين، وإيقاف لاعب الفيصلي إبراهيم الزواهري لست مباريات، وأيضا إيقاف لاعب الفيصلي صهيب أبو الهيجة 8 مباريات، كما تم أيضا تغريم الوحدات للمرة العاشرة. اتخذ مجلس إدارة الوحدات خلال اجتماعه الذي أقيم يوم أمس عدة قرارات، كان من أبرزها مخاطبة الاتحاد الأردني لكرة القدم بخصوص تأجيل مباراة الوحدات والمنشية في دوري المحترفين الأردني لكرة القدم. ومن المقرر حسب جدول دوري المحترفين لكرة القدم أن تقام المواجهة في 10 من الشهر المقبل ضمن الأسبوع 16، لكن الوحدات سيلعب مباراة مع فريق المحرق البحريني في البحرين ضمن مباريات دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، وقبل ب3 أيام فقط، وسيلعب مع صحم العماني في 13 من نفس الشهر، وهذا سيسبب إرهاقا بدنيا كبيرا على اللاعبين. اختتمت يوم أمس منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة والتي احتضنتها مدينة العقبة بمشاركة كبيرة وواسعة. أبرز ما جاء في اليوم الختامي للبطولة في التقرير التالي. أزدل الستار يوم أمس عن فعاليات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة والتي احتضنتها مدينة العقبة وبمشاركة أكثر من 70 لاعبا ولاعبة. وتوج المنتخب الوطني بلقب فئة الناشئين، وجاء المنتخب السعودي بالمركز الثاني، ثم المنتخب العراقي بالمركز الثالث، ونال الأردن ميداليتين ذهبيتين في اليوم الأخير من البطولة في منافستي فردي السيدات وفردي الناشئات عن طريق سوار أبو يمن وتينا خوري على التوالي. وفي فئة الرجال فاز المنتخب السعودي بالمركز الأول، وحل المنتخب الوطني بالمركز الثاني، وجاء المنتخب البحريني بالمركز الثالث. وفي فئة الناشئات فاز المنتخب العراقي بالمركز الأول، وحل المنتخب الوطني بالمركز الثاني. وفي فئة الأشبال حصل المنتخب الإماراتي على المركز الأول، ثم جاء المنتخب السعودي بالمركز الثاني، تلاه المنتخب البحريني بالمركز الثالث، وحل المنتخب الوطني بالمركز الرابع. واتسمت البطولة بالتنافس القوي بين المشاركين والتنظيم المميز، حيث عبرت الفرق المشاركة عن ارتياحها خلال مشاركتها في أيام البطولة. وصل أياكس أمستردام مطاردة المتصدر فينورد ضمن مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم حين تغلب على ضيفه سبارتا روتردام في الجولة 22 من المسابقة الهولندية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. في سعيه لمواصلة تشديد الخناق على المتصدر فينورد، استقبل أياكس أمستردام ضيفه سبارتا روتردام ضمن مباريات المرحلة 22 من الدوري الهولندي لكرة القدم. بداية اللقاء شهدت محاولات عديدة من جانب أصحاب الأرض، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك سوى في 45 بعد مراوغة رائعة للبوركيني بارتران وضعت فريقه في المقدمة. ومع انطلاقة الشوط الثاني أضاف اللاعب الدنماركي كاسبر 2 أهداف المواجهة بعد ترجمته لعرضية نموذجية وضعت الكرة في الشباك. هذا الفوز رفع به أياكس رصيده إلى 52 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المتصدر فينورد، فيما تجمد رصيد سبارتا روتردام عند 18 في المركز 16. وفي مواجهة أخرى حقق أيندهوفن فوزه 5 على التوالي وجاء على حساب أوتريخت بثلاثية نظيفة. أهداف اللقاء تأخرت حتى الشوط الثاني من المواجهة حين افتتح ديونغ التسجيل في 52 قبل أن يضيف زميله ستيفن 2 أهداف هذا اللقاء بعدها بدقائق قليلة. ونجح ماركو يانكو بإحراز 3 أهداف أيندهوفن في الوقت بدل الضائع من اللقاء.
وبهذا الفوز رفع أيندهوفن رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي أوتريخت خامسا بأربع وثلاثين نقطة. بدوره استطاع سبورتينغ لشبونة قلب التأخر أمام موريريانسي إلى فوز ثمين وبثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. رحل فريق سبورتينغ لشبونة إلى ملعب فريق موريريانسي ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري البرتغالي لكرة القدم. تقدم أصحاب الأرض عن طريق الظهير البرازيلي برونو سيزار الذي تسبب في دخول الكرة بالخطأ في مرماه بالدقيقة 17 قبل أن يتعادل نادي العاصمة عن طريق ألان رويز في الدقيقة 40، ثم عاد أصحاب الضيافة للتقدم عبر دا سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 43. وفي الشوط الثاني قلب سبورتينغ لشبونة النتيجة لصالحه عندما سجل كل من باز دوست وأدريان سيلفا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و73. وبهذا الفوز ارتفع رصيد سبورتينغ إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد موريرينسي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.